أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. عن الإمام جعفر الصادق قال: جاء جبريل وميكائيل وإسرافيل بالبراق إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فأخذ واحد باللجام وواحد بالركاب، وسوى الآخر عليه ثيابا، فتضعضعت البراق فلطمها جبريل عليه السلام، ثم قال: اسكني يا براق، فما ركبك نبي قبله ولا يركبك بعد مثله. قال: فرقت به ورفعته ارتفاعا ليس بالكثير، ومعه جبريل يريه الآيات من السماء والأرض. قال: فبينا أنا في مسيري إذ نادى مناد عن يميني: يا محمد. فلم أجبه ولم ألتفت إليه، ثم نادى عن يساري: يا محمد. فلم أجبه ولم ألتفت إليه، ثم استقبلتني امرأة كاشفة ذراعيها عليها من كل زينة الدنيا، فقالت: يا محمد، انظرني حتى أكلمك. فلم ألتفت إليها، ثم سرت فسمعت صوتا أفزعني، فنزل بي جبرائيل فقال: صل. فصليت. فقال: تدري أين صليت؟ فقلت: لا. فقال: صليت بطيبة وإلينا مهاجر. ثم ركبت فمضينا ما شاء الله، ثم قال لي: انزل فصلي. فنزلت وصليت. فقال لي: أتدري أين صليت؟ فقلت: لا. فقال: صليت بطور سيناء، حيث كلم الله موسى تكليما. ثم ركبت فمضينا ما شاء الله، ثم قال لي: انزل فصلي. فنزلت وصليت. فقال لي: أتدري أين صليت؟ فقلت: لا. فقال: صليت ببيتي لحم، وبيت لحم بناحية بيت المقدس، حيث ولد عيسى ابن مريم صلوات الله عليه. ثم ركبت فمضينا حتى انتهينا إلى بيت المقدس، فربطت البراق بالحلقة التي الأنبياء تربط بها، فدخلت المسجد ومعي جبريل إلى جنبي، فوجدنا إبراهيم وموسى وعيسى في من شاء الله من أنبياء الله قد جمعوا وأقيمت الصلاة، ولا أشك إلا وجبريل سيتقدمنا. فلما استووا أخذ جبريل بعضدي فقدمني فأممتهم ولا فخر. ثم أتاني الخازن بثلاثة أواني،
إناء فيه لبن وإناء فيه ماء وإناء فيه خمر. وسمعت قائلا يقول إن أخذ الماء غرق وغرقت أمته، وإن أخذ الخمر غوى وغوت أمته، وإن أخذ اللبن هدي وهديت أمته. قال فأخذت اللبن وشربت منه، وقال لي جبريل هديت وهديت أمته. ثم قال لي ماذا رأيت في مسيرك؟ فقلت ناداني مناد عن يميني فقال لي أوأجبت؟ فقلت لا ولم ألتفت إليه. فقال ذلك داعي اليهود، ولو أجبته لتهودت أمتك من بعدك. ثم قال لي ماذا رأيت؟ فقلت ناداني مناد عن يساري فقال لي أوأجبت؟ فقلت لا ولم ألتفت إليه. فقال ذاك داعي النصارى، ولو أجبته لتنصرت أمتك من بعدك. ثم قال لي ماذا استقبلك؟ فقلت لقيت امرأة كاشفة ذراعيها عليها من كل زينة الدنيا، فقالت يا محمد انظرني حتى أكلمك. فقال لي أوكلمتها؟ فقلت لم أكلمها ولم ألتفت إليها. فقال تلك الدنيا ولو كلمتها لاختارت أمتك الدنيا على الآخرة. ثم سمعت صوتا أفزعني فقال لي جبريل تسمع يا محمد؟ قلت نعم. قال هذه صخرة قذفتها عن شفير جهنم منذ 70 عاما، فهذا صوت الصخرة حين استقرت. قالوا فما ضحك رسول الله صلى الله عليه وآله حتى قبل؟ قال فصعد جبريل وصعدت معه إلى سماء الدنيا، وعليها ملك يقال له إسماعيل، وهو صاحب الخطفة التي قال الله عز وجل إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب، وتحته 70,000 ملك، تحت كل ملك 70,000 ملك. فقال يا جبريل من هذا معك؟ قال محمد. قال وقد بعث؟ قال نعم. ففتح الباب وسلمت عليه وسلم علي، واستغفرت له واستغفر لي، وقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. وتلقتني الملائكة حتى دخلت سماء الدنيا، فما لقيني ملك إلا ضاحكا مستبشرا، حتى لقيني ملك من الملائكة لم أر أعظم خلقا من كريه المنظر ظاهر الغضب، فقال لي مثل ما قالوا من الدعاء إلا إنه لم يضحك، ولم أر فيه من الاستبشار ما رأيت ممن ضحك من الملائكة. فقلت ما هذا يا جبريل؟
فإني قد فزعت منه. فقال يجوز أن تفزع منه، فكلنا نفزع منه، إن هذا ممالك خازن النار. لم يضحك قط ولم يزل منذ ولاه الله جهنم، يزداد كل يوم غضبا وغيظا من أعداء الله وأهل معصيته. فينتقم الله به منهم، ولو ضحك إلى أحد كان قبلك أو كان ضاحكا إلى أحد بعدك لضحك إليك، ولكنه لا يضحك. سلمت عليه فرد علي السلام وبشرني بالجنة، فقلت لجبريل، وجبريل بالمكان الذي وصفه الله مطاع ثم أمين، ألا تأمره أن يريني النار؟ فقال له جبريل يا مالك أر محمدا النار، فكشف عنها غطاء وفتح بابا منها، فخرج منها لهب ساطع في السماء، وفارت وارتفعت حتى ظننت لتناولني مما رأيت. فقلت يا جبريل قل فليرد عليها غطاءها، فأمرها فقال ارجعي، فرجعت إلى مكاني الذي خرجت منه. ثم مضيت فرأيت رجلا آدما جسيما، فقلت من هذا يا جبريل؟ فقال هذا أبوك آدم. فإذا هو تعرض عليه ذريته فيقول روح طيب وريح طيبة من جسد طيب. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وآله سورة المطففين على رأسي 17 آية، كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، وما أدراك ما عليون؟ كتاب مرقوم يشهده المقربون، إلى آخرها. قال فسلمت على أبي آدم وسلم علي، واستغفرت له واستغفرني، فقال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح والمبعوث في الزمن الصالح. ثم مررت بملك من الملائكة جالس على مجلس، وإذا جميع الدنيا بين ركبتي، وإذا بيده لوح من نور ينظر فيه، مكتوب فيه كتاب ينظر فيه لا يلتفت يمينا ولا شمالا كهيئة الحزين. فقلت من هذا يا جبريل؟ فقال هذا ملك الموت دائبا في قبض الأرواح. فقلت يا جبريل ادنني من حتى أكلمه، فأدناني منه فسلمت عليه. وقال له جبريل هذا نبي الرحمة الذي أرسله الله إلى العباد، فرحب بي وحياني بالسلام، فقال أبشر يا محمد، فإني أرى الخير كله في أمتك. فقلت الحمد لله المنان ذي النعم على عباده،
ذلك من فضل ربي ورحمته علي. قال جبريل: هو أشد الملائكة عملا. فقلت: أكل من مات أو هو ميت فيما بعد تقبض روحا؟ فقال: نعم. قلت: وتراهم حيث كانوا وتشهدهم بنفسك؟ فقال: نعم. فقال ملك الموت: ما الدنيا كلها عندي فيما سخرها الله لي ومكنني عليها إلا كالدرهم في كف الرجل يقلبه كيف يشاء، وما من دار إلا وأنا أتصفحه كل يوم 5 مرات، وأقول: إذا بكي أهل الميت على ميتهم لا تبكوا علي، فإن لي فيكم عودة وعودة حتى لا يبقى أحد منكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: كفى بالموت طامة يا جبريل. فقال جبريل: إنما بعد الموت أطم وأطم من الموت. قال: ثم مضيت فإذا أنا بأقوام بين أيديهم موائد من لحم طيب ولحم خبيث، فيأكلون الخبيث ويدعون الطيب. فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ فقال: هؤلاء الذين يأكلون الحرام ويدعون الحلال، وهم من أمتك يا محمد. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ثم رأيت ملكا من الملائكة جعل الله أمره عجبا، نصف جسدي النار والنصف الآخر الثلج، فلا النار تذيب الثلج ولا الثلج يطفئ النار، وهو ينادي بصوت رفيع ويقول: سبحان الذي كف حر هذه النار فلا تذيب الثلج، وكفى برد هذا الثلج فلا تطفئ حر هذه النار. اللهم يا مؤلف بين الثلج والنار، ألف بين قلوب عبادك المؤمنين. فقلت: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا ملك وكله الله بأكناف السماء وأطراف الأرض، وهو أنصح ملائكة الله لأهل الأرض من عباده المؤمنين، يدعو لهم بما تسمع منذ خلق، وملكان يناديان في السماء، أحدهما يقول: اللهم أعط كل منفق خلفا، والآخر يقول: اللهم أعط كل ممسك تلفا. ثم مضيت فإذا أنا بأقوام لهم مشافر كمشافر الإبل، يقرض اللحم من جنوبهم ويلقي في أفواههم. فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ فقال: هؤلاء الهمازون اللمازون. ثم مضيت فإذا أنا بأقوام ترضخ رؤوسهم بالصخر. فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ فقال: هؤلاء الذين ناموا عن صلاة العشاء. ثم مضيت فإذا أنا بأقوام تقذف النار في أفواههم.
فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ فقال هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ثم مضيت فإذا أنا بأقوام يريد أحدهم أن يقوم فلا يقدر من عظمي بطنه. فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ فقال هؤلاء الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وإذا هم بسبيل آل فرعون يعرضون على النار غدوا وعشيا يقولون ربنا متى تقوم الساعة. ثم مضيت فإذا أنا بنسوان معلقات بثديل. فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ فقال هؤلاء اللواتي تورثن أموال أزواجهن أولاد غيرهم. ثم رأيت نساء من أمتي في عذاب شديد فأنكرت شأنهن فبكيت لما رأيت من شدة عذابهم. ورأيت امرأة معلقة بشعرها يغلي دماغ رأسها ورأيت امرأة معلقة بلسانها والحميم يصير في حلقها ورأيت امرأة معلقة بثديائها ورأيت امرأة تأكل جسدها والنار توقد من تحتها ورأيت امرأة شد رجلاها إلى يديها وقد سلط علي الحيات والعقارب ورأيت امرأة صماء عمياء خرساء في تابوت من نار يخرج دماغ رأسها من منخرها وبدنها متقطع من الجذام والبرز. ورأيت امرأة معلقة برجليها في تنور من نار ورأيت امرأة يقطع لحم جسدها من مقدمها ومؤخرها بمقاريض من نار ورأيت امرأة يحرق وجهها ويداها وهي تأكل أمعاءها ورأيت امرأة رأسها رأس الخنزير وبدنها بدن الحمار وعليها ألف ألف لون من العذاب ورأيت امرأة على صورة الكلب والملائكة يضربون رأسها وبدنها بمقامع من نار. أما المعلقة بشعرها فإنها كانت لا تغطي شعرها من الرجال وأما المعلقة بلسانها فإنها كانت تؤذي زوجها وأما المعلقة بثدييها فإنها كانت تمنع زوجها من فراشها وأما المعلقة برجليها فإنها كانت تخرج من بيتها بغير إذن زوجها وأما التي كانت تأكل لحم جسدها فإنها كانت تزين بدنها للناس وأما التي شد يداها إلى رجليها وسلط علي الحيات والعقارب فإنها كانت قذرة الوضوء قذرة الثياب وكانت لا تغتسل من الجنابة والحيض
ولا تتنظفوا وكانت تستهينوا بالصلاة وأما الصماء العمياء الخرشاء فإنها كانت تلد من الزنا فتعلقه في عنق زوجها وأما التي يقرض لحمها بالمقاريض فإنها كانت تعرض نفسها على الرجال وأما التي كانت رأسها رأس الخنزير وبدنها بدن الحمار فإنها كانت نمامة كذابة وأما التي كانت على صورة الكلب فإنها كانت مغنية ثم قال ويل لامرأة أغضبت زوجها وطوبى لامرأة رضي عنها زوجها قال ثم مررنا بملائكة من ملائكة الله عز وجل خلقهم الله كيف شاء ووضع وجوههم كيف شاء ليس شيء من أطباق أجسادهم إلا وهو يسبح الله ويحمده من كل ناحية بأصوات مختلفة أصوات مرتفعة بالتحميد والبكاء من خشية الله فسألت جبريل عنهم فقال كما ترى خلقوا إن الملك منهم إلى جنب صاحبه ما كلمه قط ولا رفعوا رؤوسهم إلى ما فوقها ولا خفضوها إلى ما تحتها خوفا لله وخشوعا فسلمت عليهم فردوا علي إيماء برؤوسهم ولا ينظرون إلي من الخشوع فقال لهم جبريل هذا محمد النبي الرحمة أرسله الله إلى العباد رسولا ونبيا وهو خاتم النبيين وسيدهم أفلا يكلمونه قال فلما سمعوا ذلك من جبريل أقبلوا علي بالسلام وأكرموني وبشروني بالخير لي ولأمتي قال ثم صعدنا إلى السماء الثانية فإذا فيها رجلان متشابهان فقلت من هذان يا جبريل فقال ابنا الخالة عيسى ويحيى فسلمت عليهما وسلما علي واستغفرت لهما واستغفرا لي وقالا مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح ثم صعدنا إلى السماء الثالثة فإذا فيها رجل فضل حسني على سائر الخلق كفضل القمر ليلة البدر على سائر النجوم فقلت من هذا يا جبريل فقال هذا أخوك يوسف فسلمت عليه وسلم علي واستغفرت له واستغفر لي وقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح والمبعوث في الزمن الصالح فإذا فيها ملائكة عليهم من الخشوع مثل ما وصفت في السماء الأولى والثانية وقال لهم جبريل في أمري مثل ما قال للآخرين وصنعوا بي مثل ما صنع الآخرون ثم صعدنا إلى السماء الرابعة وإذا فيها رجل فقلت من هذا يا جبريل
قال هذا إدريس ربعه الله مكانا عليا فسلمت عليه وسلم علي واستغفرت له واستغفر لي فإذا فيها من الملائكة عليهم من الخشوع مثل ما في السماوات فبشروني بالخير ولأمتي ثم رأيت ملكا جالسا على سرير وتحت يدي 70,000 ملك تحت كل ملك 70,000 ملك فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وآله أنه هو فصاح به جبريل فقال قم فهو قائم إلى يوم القيامة ثم صعدنا إلى السماء الخامسة فإذا فيها رجل كهل عظيم العين لم أر كهلا أعظم منه حوله ثلة من أمته فأعجبتني كثرتهم فقلت من هذا فقال هذا المجيب في قومه هارون بن عمران أسلمت علي وسلم علي واستغفرت له واستغفر لي فإذا فيها من الملائكة الخشوع مثل ما في السماوات ثم صعدنا إلى السماء السادسة فإذا فيها رجل آدم طويل كأنه من شبوة ولو أن علي قميصين لنفدا شعره منها فسمعته يقول يزعم بنو إسرائيل أني أكرم ولد آدم على الله وهذا رجل أكرم على الله مني فقلت من هذا يا جبريل فقال هذا أخوك موسى بن عمران سلمت عليه وسلم علي واستغفرت له واستغفر لي وإذا فيها من الملائكة الخشوع مثل ما في السماء قال ثم صعدنا إلى السماء السابعة فما مررت بملك من الملائكة إلا قالوا يا محمد احتجم وأمر أمتك بالحجامة وإذا فيها رجل أشمط الرأس واللحية جالس على كرسي فقلت يا جبريل من هذا الذي في السماء السابعة على باب البيت المعمور في جوار الله تعالى فقال هذا يا محمد أبوك يا إبراهيم وهذا محلك ومحل من اتقى من أمتك ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين سلمت عليه وسلم عليه وقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح والمبعوث في الزمن الصالح وإذا فيها من الملائكة الخشوع مثل ما في السماوات فبشروني بالخير ولأمتي قال رسول الله صلى الله عليه وآله ورأيت في السماء بحارا من نور يتلألأ يكاد تلألؤ ويخطف بالأبصار وفيها بحار من ظلمة وبحار من ثلج ترعد فكلما فزعت ورأيت هؤلاء سألت جبريل فقال أبشر يا محمد
واشكر كرامة ربك واشكر الله بما صنع إليك. قال فثبتني الله بقوته وعونه حتى كثر قولي لجبريل وتعجبي. فقال جبريل يا محمد أتعظم ما ترى؟ إنما هذا خلق من خلق ربك، فكيف بالخالق الذي خلق ما ترى؟ وما لا ترى أعظم من هذا. إن بين الله وبين خلقه 90,000 حجاب، وأقرب الخلق إلى الله أنا وإسرافيل، وبيننا وبينه 4 حجب: حجاب من نور، وحجاب من ظلمة، وحجاب من الغمام، وحجاب من الماء. قال ورأيت من العجائب التي خلق الله وسخر على ما أراد وديكا رجلاه في تخوم الأراضين 7، ورأسه عند العرش، وملكا من ملائكة الله خلقه الله كما أراد، رجلاه في تخوم الأراضين 7، ثم أقبل مصعدا حتى خرج في الهواء إلى السماء 7 وانتهى فيها مصعدا حتى انتهى قرنه إلى قرب العرش وهو يقول: سبحان ربي حيثما كنت لا تدري أين ربك من عظمي شأن، وله جناحان في منكبي إذا نشرهما جاوز المشرق والمغرب، فإذا كان في السحر نشر ذلك الديك جناحيه وخفق بهما وصرخ بالتسبيح يقول: سبحان الملك القدوس، سبحان الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله الحي القيوم. فإذا قال ذلك سبحت ديكة الأرض كلها وخفقت بأجنحتها وأخذت بالصراخ، فإذا سكت ذلك الديك في المساء سكت ديكة الأرض كلها. ولذلك الديك زغب أخضر وريش أبيض كأشد بياض رأيته قط، وله زغب أخضر أيضا تحت ريشه الأبيض كأشد خضرة رأيتها قط. قال ثم مضيت مع جبريل فدخلت البيت المعمور، فصليت فيه 2 ومعي أناس من أصحابي عليهم ثياب جدد، وآخرين عليهم ثياب خلقان. فدخل أصحاب الجدد وحبس أصحاب الخلقان، ثم خرجت فانقادني نهران، نهر يسمى الكوثر ونهر يسمى الرحمة، فشربت من الكوثر واغتسلت من الرحمة، ثم انقاد إلي جميعا حتى دخلت الجنة، فإذا أنا على حافتي بيوتي وبيوت أزواجي، وإذا ترابها كالمسك، وإذا جارية تنغبس في أنهار الجنة. فقلت لمن أنت يا جارية؟ فقالت لزيد بن حارثة، فبشرته بها حين أصبح، وإذا بطير كالبخت، وإذا رمانها مثل الدلاء العظام،
وإذا شجرة لو أرسلا طائر في أصلها ما دارها سبع مائة سنة وليست في الجنة منزل إلا وفيها فتر منها فقلت ما هذا يا جبريل فقال هذه شجرة طوبى قال الله تعالى طوبى لهم وحسن مآب قال رسول الله صلى الله عليه وآله فلما دخلت الجنة رجعت إلى نفسي فسألت جبريل ما تلك البحار وهولها وأعاجيبها فقال هي سرادقات الحجب التي احتجب الله تبارك وتعالى بها ولولا تلك الحجب لتهتك نور العرش وكل شيء فيه وانتهيت إلى سدرة المنتهى فإذا الورقة منها تضل أمة من الأمم فكنت منها كما قال الله تعالى قاب قوسين أو أدنى فنادى آمن الرسول بما أنزل إلي من ربه والمؤمنون كل آمن وقد كتبنا ذلك في سورة البقرة ورده جبريل من ليلته إلى مكة فمر في رجوعه فرأى عيرا لقريش وإذا لهم ماء في آنية فشربا منه وصب باقي ذلك وقد كانوا أضلوا بعيرا لهم وكانوا يطلبون فلما أصبح قال لقريش إن الله قد أسرى بي في هذه الليلة إلى بيت المقدس فعرض علي محاريب الأنبياء وإني مررت بعير لكم في موضعي كذا وكذا وإذا لهم ماء في آنية فشربت منه وأهرقت باقي ذلك وقد كانوا أضلوا بعيرا لهم فقال أبو جهل قد أمكنتكم الفرصة من محمد سلوه كم عمود فيها والقنادين فقالوا يا محمد إنها هنا من دخل بيت المقدس فصف لنا عواميدا وقناديلا ومحاريبا فجاء جبريل فعلق صورة بيت المقدس تجاه وجهه وجعل يخبره بما يسألونه فلما أخبرهم قالوا حتى تجيء العير ونسألهم عما قلت فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وتصديق ذلك أن العير تطلع عليكم مع طلوع الشمس يقدمها جمل أحمر فلما أصبحوا أقبلوا ينظرون إلى العقبة ويقولوا هذه الشمس تطلع الساعة فبيناهم كذلك إذ طلعت العير مع طلوع الشمس يقدمها جمل أحمر فسألوهم عما قال رسول الله صلى الله عليه وآله فقالوا لقد كان هذا ضل لنا جمل في موضع كذا وكذا ووضعنا ماء وأصبحنا وقد أريق الماء فلم يزدهم ذلك إلا عتوا.